اجينا ورحنا اول مره على الدكتور المعالج الفيزيائي بالدراما. لما شاف البيت هناك انه في ناس قاعده بالبيت رجع قال لي انا ما عاد اروح لهنيك، لانه ليش الاولاد كلهم عندهم بيت الا انا. مشكلة بالدماغ مأثر على قسم الحركة بإيده اليمين ورجله اليمين. وبعد أسبوع وصلوا على ألمانيا لعند أبوهم، كمان بعثوا له صور إنه صاروا عند أبوهم. كبير او 100% 29 شهر رح تطلع سفرك. شكرا لكم كثير، شكرا.